أعزائي المشاهدين، للحديث عن آخر التطورات المتعلقة بالحرب سواء في قطاع غزة أو في لبنان، وللحديث عن قضية وقف إطلاق النار وتبعات هكذا اتفاق، نريد الحديث مع الضيفين في الاستوديو، ماجد صعبني ناشط سياسي واجتماعي، والمحامي رضا جابر خبير في الشؤون القضائية. مساء الخير. مساء الخير. نبدأ معك ماجد صعبني، كيف تقرأ ما يصل ويرشح من معلومات عن الاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ أولا، الاتفاق هذا مش أول مرة بتصير اتفاق على وقف إطلاق النار، كمان في الحرب 2006 لاحظنا هذا الشيء، ولاحظنا شو قبل التوقيع على الاتفاق الموجود. فقبل التوقيع على الاتفاق دائما كانت إسرائيل تبدأ في ضربات اللي غير سابقة، يعني اليوم قبل شوي بنسمع انه قال اخلاء بعض الابنيه في الضاحيه وفي قلب بيروت نفسها. الحديث عن 20 بنايه، عن 20 بنايه و20 برج، هذول مش بنايه، مش دور سكن، مش دار واحده، لتدميرها. فشو الفائده من تدميرها لما انت بتنطي خبر بتقول اطلعوا من هذه البيوت؟ اذا لا هي فيها مقاومه ولا فيها شيء، ولكن هي علامه للناس او للشعب انه هذا الخراب وهذا الدمار صار عليكم. فاللي بنقتل بنقتل بسكت صوته، ولكن اللي بضل طيب وبشوف بيته اللي هو بناء مستقبله وبناء ماضيه كلها تعبوا في هذا البيت، والبيت هذا انهار، بده يثور وبده يصير يصيح شو الأسباب هاي، على أساس خلق أخرى مجموعة من الناس ضد المقاومة وضد حزب الله وضد، وبدهم يعني يرفعوا الأعلام البيضاء ويسلموه. اثنين، ليش الضربة هاي صارت؟ لأنه اللي بيظهر أنه في هناك بعض النقاط اللي مختلفين عليها بين إسرائيل وبين لبنان، على اساس انه شوفوا قديش نضرب فيكم، من استسلموا في الواقع ووافقوا على الطلبات اللي احنا طالبينها اللي بعدنا مختلفين عليها. هذا اللي موجود اليوم. المحامي رضا جابر، هل توافق على ان هذا هدم البنايات هذه يعني انذار لحالات قادمه يعني؟ لا، يعني العقيد باعتقادي العقيده العسكريه الاسرائيليه تغيرت في أيضا في غزة وتغيرت أيضا في لبنان، وهي الآن ليس فقط ضرب المقاومة، إما ضرب وعي المقاومة والدعم الجماهيري لفكرة المقاومة. إن هاي فكرة المقاومة مدمرة للناس، مدمرة للبنية التحتية، ولا جدوى من المقاومة. لذلك وهذه النتيجة، وهذه النتيجة. ولذلك في المستقبل يعني إذا رفعتوا رأسكم وإذا يعني ستكون هناك مواجهة إضافية، هذه الرسالة التي تبعثها إسرائيل للناس. ولذلك هذه الشراسة في التعامل مع البنية التحتية ومع البيوت ومع المدنيين أيضا، يعني هناك مثلا بغزة هناك آلاف من العشرات الآلاف من القتلى والمصابين من المدنيين، نساء وأطفال، واستقصادهم وتجويعهم. يعني هذه العقيدة الإضافية الإسرائيلية، والآن يعني هناك محاسبة دولية أممية على هذا الموضوع، والقرارات إصدار القرارات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت بهذا الاتجاه، لأنه في السابق عندما كانت هناك ضرب لغزة في الحالات السابقة وفي لبنان، التحولات القضائية العالمية لم تذهب بهذه الاتجاهات، ولكن هذا التغيير في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، استقصاد الناس، استقصاد البنى التحتية، تجويع الناس وتشريدهم، يعني هذا تحول جدي في إسرائيل. الموضوع الثاني مرتبط في السياسة الإسرائيلية واليمين المتطرف في إسرائيل، الذي عنده رغبة في أن يرى مثل هذا الدمار ويشفي غليله باتجاه الفلسطينيين، وانه يعني هناك كي وعي بانه نحن نستطيع ان نفعل ما نريد في الشرق الاوسط. ويهددون ايضا الدول العربيه، يهددون ليس فقط يعني الدول المتاخمه لاسرائيل، وخصوصا الدول التي سميت بدول المقاومه، سوريا، لبنان ماجد صعبني، تعتقد انه حزب الله يفكر مثل هذا التفكير الاسرائيلي يعني من خلال اطلاق الصواريخ؟ لا، مش هذا التفكير. هذا التفكير هنا معروف عن إسرائيل، هنا هي بتعمل تطبيع وسلام مع الحكومات وليس مع الشعوب.
يعني قضية الشعوب بماش فيها. وإحنا بنلاحظ حتى مصر صار لها عشرات السنوات والأردن عشرات السنوات في عملية سلام وتبادل أسرى وتبادل سفراء بيناتهم، ولكن لا يوجد تطبيع بين الشعب. يعني كداش احنا بنشوف أردنيين بيجوا يزوروا هون هاي البلاد إلا إذا بيجوا على الضفة عند أقاربهم، ولكن كداش بنشوف سياح مصريين بيجوا على إسرائيل تقريبا نسبة 0%. يعني اللي هون إسرائيل بدها تهرم بس علاقات مع الحكومات وبالضغوطات، هذه الضغوطات العسكرية. يعني ما بيهم الشعوب، لو بدها سلام صحيح نعيش سلام في داخل منطقة الشرق الأوسط كان بتعمل سلام مع الشعوب، وعملان سلام مع الشعوب هو في حل النزاع، سبب النزاع الأولاني وهو قضية الشعب الفلسطيني وأقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل، ساعتها بتصير سلام معها بينها وبين الدول العربية. حتى في دول الخليج يعني بنشوف انه في عندهم اليوم علاقات مع دول الخليج، كان علاقات علنية او علاقات سرية، ولكن مع الشعوب غير موجودة هذه، يعني الا ما قل يعني نادر. في نقطة فبالنسبة ل يعني حزب الله مثلا، شو اللي اقترحته اليوم حزب الله يعني شاف شو النتيجة، ونفس الشيء غزة شافوا شو نتيجة الحرب. يعني اليوم فيش انتصار وفيش الأوهام، هاي الأحلام اللي كانت تحلم فيها إن كان حزب الله ولا كان حماس في غزة، هذا حلم انتصار انتهى. يعني صار عاد عليهم بالدمار الكامل، وفي هناك من يتحمل مسؤولية فيها. حتى لو كان حسن نصر الله موجود هناك بقول يعني زي ما قال قبل انه احنا دفعنا ثمن اكثر من ما لازم ندفعه. فيعني الناس صارت بتثقل وفي عندها احباط وفي عندها يأس موجود. لا واضح انه الشعب الفلسطيني وايضا حزب الله ولبنان دفعوا ويدفعون اثمان باهظه من هذا من الحربين، ولكن اسرائيل تدفع ثمن جدي. يعني إذا احنا فتنا في عملية جرد تاريخي، يعني إذا كان الفلسطينيين في البدايات هناك عمليات فدائية على الحدود، وبعدها كانت الانتفاضة الأولى استعمال الحجر، بعدها الانتفاضة الثانية التفجيرات، وبعدها صواريخ في حرب الخليج، يعني عدد قليل من الصواريخ من خارج البلاد إلى العمق الإسرائيلي، بعدها في تطور. يعني لاحظ كيف التطورات، لاحظ الفكرة إنه كيف يعني أخرى أيضا إسرائيل تتعرض لتطور داخل المقاومة وداخل العمليات العسكرية. إحنا وصلت إسرائيل إلى درجة صار سنة وشهرين هي تقريبا مشلولة في الاتجاهين في الشمال والجنوب، عشرات مئات العائلات مش موجودة في 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 هذه المناطق، اقتصادها مشلول، وضعها العالمي تغير بشكل جذري. يعني بانقسام إسرائيل كانت بإجماع عالمي من ناحية إنها هي تمثل الغرب، تمثل فكرة أخلاقية للغرب داخل الشرق اللي هو عنيف وهكذا، كل هاي الفكرة عن إسرائيل تغيرت، الفكرة عن اليهود تغيرت. يعني هناك أيضا خسارة جدية حقيقية لإسرائيل إنها انكشفت إنها أيضا دولة يمكن المساس فيها. ولذلك في هذه اللحظة التاريخية يعني الجميع يريد أن يعني يبقي على قوته، لا يريد أن يخسر القوة، لا حزب الله يريد أن يخسر قوته في 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 لبنان بشكل تام. وأنا باعتقادي قلت عندك عدة مرات بأنه هدف إسرائيل أن تبقي حزب الله في لبنان بشكل أو بآخر يهدد اللبنانيين ويهدد يعني كذراع لإيران، ولكن لا يهدد إسرائيل، لأن إسرائيل لا تريد في هذه الدول المتخمة يعني سوريا لبنان ودول أخرى مش موجودة معها في علاقات سلام، لا تريد لهذه الدول أن لا تكون فيها توترات داخلية. هذا التوتر يبقي دائما لبنان وهذه المنطقة في توتر، تستفيد منه إسرائيل سياسيا مع التطبيع مع السعودية وباقي الدول. نبقى في الاتفاق. مجلس عبني، هل تخلى حزب الله عن غزة؟ كان أحد شروطه لوقف الحرب وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر، هل تخلى عن هذه الفكرة؟ تخلى عن هذه الفكرة من يوم من 7 أكتوبر، حتى لم يرسك بينه أو زي ما بيقولوا إنه ما كانش في تنسيق بين حماس وبين حزب الله.
يعني هو ما اشتركش في المعركه او ما فتحش المعركه على اسرائيل مع اسرائيل في 7 اكتوبر زي ما عملت في نفس الوقت. لو كان في نفس الوقت كانت النتيجه غير، وكانت الكارثه بتكون على دوله اسرائيل اكثر. لهذا السبب في كان عنده اوامر اللي بظهر انها اوامر ايرانيه انه تتدخلوش في البدايه وما تعملوش من نوع. فبعتقد انه هذا يعني زي اليوم نفس الشيء حماس. حماس كان طالب بالاول في تبادل اسرى، اسرى مقابل اسرى. اليوم قاعدين بيطالبوا يا عمي اسرى مقابل وقف اطلاق النار. نسيوا الاسرى، الاسرى الموجودين في اسرائيل نسيوهم، حماس نسيتهم. اليوم بيطالب اسرى مقابل وقف اطلاق النار، يعني بدناش شيء ثاني. هاي مش اكيد هاي المعلومه. طلع ما هذا موجود، هذا حدا بيجيب سيرة كذا كدهش مقابل يعني. هاي احد احترافات وهي الواقع، هذا الواقع. بالنسبة للي تفضل فيه هنا إن وضع إسرائيل من ناحية عالمية ووضع نتنياهو من ناحية عالمية متعود إسرائيل. كانك بتذكر أنت في سنة السبعينات كانت الحركة الصهيونية حركة منبوذة أو حركة محظورة، ولكن في مجمع عملوا في الجمعية العامة في الأمم المتحدة وقاموا الحظر عنها وأصبحت الغير صار محظور مش أمي. بعدين بالنسبة للمحكمة الدولية مش مفرقة معاه ولا مهتم لا بمحكمة دولية ولا إشي. بكرة بروح على الدول الفرنسا، بروح على فرنسا، بروح على إشي، لا اعتقالات ولا إشي، بروح سرًا برجع سرًا. كفي أمريكا مفتوحة قدامه، يعني قلت اليوم اليوم أو بكرة سافر على أمريكا، راح على أمريكا ما بعرفش يعني كيف. نعم، ولكن هناك دول أعلنت أنها لا يعني هي تنفذ القرار من ناحية قانوني، من ناحية قانوني. حتى الطيارة اللي هو فيها لما تمر في سماها بيجروا الطيارة تنزل ويعتقلوا اللي فيها. فمن أي طريقة بدهم يروحوا؟ لا، في طرق مضبوط، طريق البحر الأحمر، طريق رأس جبل صالح، محيط الأطلسي، وصلوا هناك. يعني بدل ما توكلت مسافة 7 ساعات من أمريكا بدها توكل 23 أو 24 ساعة. يعني هل سافر هو هذا المدة الطويلة ولا سافر عن فوق أوروبا في كل دول؟ لا، هي الأمور لا تحسب بشكل أنه التأثير سيكون فوري. يعني أوامر الاعتقال هاي لن تنفذ غدا، ودخول ترامب على الخط وما سيحدث بعد شهر أول أيضا اتجاه النظام القانوني العالمي وأيضا المحاكم الدولية من عن طريق أمريكا، لأن أمريكا تشعر بأن هي مهددة أيضا الآن من المؤسسات القضائية الأممية. ولكن الامور اعطيني بس الفكرة يعني مشان لا، انا الفكرة هي إنه إحنا لازم ننظر إلى السيرورات مش فقط إلى النتائج. الآن إسرائيل عالميا فقدت بعدا أخلاقيا دائما دافعت عنه، إن هم ضحايا المحرقة، هم ضحايا الهولوكاست، هم دائما في هذا المحيط العربي اللي هو معادات السامية. هذا الخطاب اللي كانت تعتمد عليه الفكرة الصهيونية بأساسها وأيضا اليهود يعتمدوا عليه في العالم تغير الآن. هل هذا التغير هو سيحل القضية الفلسطينية ويحل القضية في لبنان؟ أنا لا أعتقد بأنه بهاي السرعة، ولكن بدأ هناك تغيير معين. أنا لا أعتقد بأنه إحنا يجب أن نمحى أنه كل التغييرات اللي بتصير في العالم هي تغيرات بسيطة، لا، هاي تغيرات جدية. دعونا نتقدمنا في هذا الموضوع. كيف يؤثر رد الفعل الشعبي في إسرائيل على القرار النهائي بشأن الحرب؟ كيف سيسوق نتنياهو هذا الاتفاق للجمهور في إسرائيل؟ ماذا سيصدر عن الكابينيت الليلة؟ طلع اليوم برضو سمعنا إحنا من رؤساء البلديات في الشمال الموجودة اليهودية بالذات، يعني بقول طب وقف إطلاق النار، يعني هل إحنا آمنين أن نعود إلى بيوتنا في الشمال ولا لا؟ هل هذا الوقت وقف إطلاق النار هي لفترة معينة ولا أبدية؟ يعني هم زي محتارين، بدهم مش بدهم يكونوا الحد الفاصل بين أو منطقة منزوع السلاح من النهر الليطاني جنوبا، يعني حزب الله والمسلحين أن يكونوا هناك. اثنين برضو في بند، دير بالك بند اللي هي مصرة على إسرائيل، لها الحرية في ضرب أي مكان في لبنان في أي وقت تريده بدون استشارة حدا. يعني إذا بيشعروا في ناس موجودين حتى في منطقة جونيا شمال لبنان بتقدر إسرائيل تروح تضربهم بدون أي سائل أو مسؤول. هذا في إحدى الاتفاقيات الموجودة معهم. فاليوم انه يرجعوا، هو هذا الاتفاق بده ينفذوه خلال 60 يوم اللي بيمضوا عليه، مش من بكره ثاني يوم. ثاني يوم بده تكون في توقيع، مزبوط في توقيع،
ولكن في تجربة كيف الانسحاب أو كيف تطبيقه، ومن الجملة على حسب تطبيق قرار مجلس الأمن الأمن الدولي 1701، يعني كيف يطبق هذا؟ يعني هذا القرار في منه انسحاب من مزارع شبعة اللي هو مختلف عليها، يعني هل إسرائيل هي توافق على هذا الشيء ولا لا توافق عليه، أو توافق مؤقتا فالتالي بتقول يعني توجد لها حجة إنه لا ما بقدرش ننسحب لا من هون ولا من هون، لا رد لا على الأمم المتحدة ولا رد على 1701 ولا رد، هي اللي بدها إياه بتسويه واللي هي بتعمله. هنا هنا في مشكلة في هذا في السؤال، السؤال الجدي اللي أنت سألته. بالنسبة للبنان، لبنان لا يوجد أسرى إسرائيليين ورهائن إسرائيليين في جنوب لبنان عند حزب الله، ولكن هناك مع حماس، ولكن إسرائيل لا توقف الحرب مع حماس ولا تستعيدهم وتبدل. تقريبا حماس قوتها العسكرية الآن انهارت بشكل يعني هذا واضح، يعني تقريبا هدوا كل غزة على حماس، ولكن أبقوا حزب الله بقوته العسكرية بشكل أو بآخر. حزب الله يطلق تقريبا 150-160 وأكثر صاروخ في اليوم على إسرائيل، ولكن إسرائيل تبقي. هناك مفارقة كيف تتعامل إسرائيل أو نتنياهو مع لبنان ويبقي هذه القوة، وكيف يتعامل مع غزة. ولذلك أنا باعتقادي لسؤالك، لا، الجمهور في إسرائيل في إيقاف الحرب على في لبنان، الضغط الجماهيري على إيقاف الحرب على غزة وإعادة الأسرى سيدخل بمسار أكثر زخم من أنه في السابق. وأنا بعتقد أنه لا يوجد أي بتفكير نتنياهو وتفكير اليمين الآن الضفة الغربية الاستيطان، وأنه يريدون أن الآن يوجهوا كل الاتجاه نحو إنهاء القضية الفلسطينية في غزة مع ترامب. مشروعهم الآن هو مشروع آخر، يمكن أن يحطوا موضوع لبنان الآن بسياق معين، ويوجهوا كل قوتهم الآن باستخدام ترامب واستخدام الإدارة الأمريكية الجديدة في مشروع سياسي أضخم بكثير من موضوع لبنان وهو الضفة الغربية والاستيطان فيها. جملتي يعني اليوم سمعنا من سموتريتش اللي بقول فيها أنه يجب تخفيف سكان قطاع غزة يعني إلى النصف، إذا فيها مليونين يعني النص الثاني يا بنقتلهم يا بنرحلهم، والاستيطان في غزة، إعادة الاستيطان في غزة. يعني اليوم هناك تحركات يعني شاهدة أمور يعني تنظيمات اللي تدعو إلى مزبوط. بعدين بالنسبة للمظاهرات أو في إسرائيل، هل سمعت في صارت مظاهرة من يوم 7 أكتوبر لحد اليوم في مظاهرة لإيقاف الحرب؟ ولا مظاهرة، المظاهرات اللي بتصير لتحرير الأسرى مش لإيقاف الحرب. هذا عشان هيك أنا قلت إنه الضغط بده يكون على هاي النقطة، يعني يمين ومركز طبعا اللي صار اليوم لا يذكر قليل بده استمرارية الحرب، والمظاهرات اللي احنا بنشوفها اليوم هي فقط مشان تحرير الأسرى. يعني حتى لبيد قال انه وقف اعمل مفاوضات حرر الأسرى بعدين رد استمر في القتال. يعني ما في مظاهرات هنا ضد القتال الموجودة، ان كان من ناحية انسانية او كان اخلاقية او من ناحية حل المشكلة، ما حدا بده يفكر فيها. يعني في غسيل دماغ عند الشعب الاسرائيلي وعارف انه لا يمكن ان يكون بالسلام. نعم، المحامي رضا جابر، نختتم بسؤال، هل إن هناك انتقادات كثيرة داخل اليمين للاتفاق، لكننا لم نسمع مثل ما كنا نسمع من قبل أن سموتريتش أو بنغفير يهدد بتفكيك الحكومة؟ يعني هذا مرتبط للجواب اللي قلت لك إياه قبل لحظات، في هناك مشروع لليمين، لبنان هي جزء بسيط منه، حزب الله بعد ما ضرب هذه الضربة هو جزء هامشي في الموضوع الأساسي وهو الاستيطان في الضفه، الذهاب بمشاريع سياسيه ضخمه في الضفه، صفقه القرن موجوده على واعادتها بشكل او باخر على الطاوله. ولذلك الان نحن امام يعني مرحله جديده في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، هاي الوجه هذا الاتجاه. يعني احنا مشغولين في الحرب ومشغولين في مشاريع سياسية. مجلس صعب، باختصار كيف يؤثر هذا الاتفاق على الساحة السياسية في إسرائيل؟ طبعا الكل هو بده اتفاق، يعني الحرب اليوم ما حدا هالكد بيادي في الحرب وبده الحرب أكثر من هيك، وعارفين قوة إسرائيل هي موجودة والانتصار الإسرائيلي ومش شو الانتصار، يعني مش الانتصار زي ما بتقول بده يحتلوا بلاد أو بده يحتلوا، لا، ولكن هو القضاء على الخطر القادم اللي بفكروا فيه منه.
فبعتقد انه الكل هون بوافق طبعا مع عدا سموتريتش ومن كثير هذول اللي هم يعني بفكروا انهم يروحوا يعملوا مسطرات حتى في جنوب لبنان او في شمال لبنان حتى ضمن امن اسرائيل، هيك التفكير تبعهم. فبعتقد ان المعارضه حتى سمعنا من لبيد وسمعنا كمان للمعارضين في اسرائيل كان في الكنيست او في غير الكنيست، تقريبا الكل هو موافق على وقف اطلاق النار واعاده الامن فيها، ولكن التفاصيل لا نعلمها. غانس اعلن قبل يومين او ثلاثة ايام في تصريح له انه يجب الاستمرار في هي الحرب على غزه. المشكله في اسرائيل سياسيا لبنان مش غزه، لبنان هي دوله وعضو في هيئة الأمم المتحدة ولها صداقة ولها يعني مع فرنسا. يعني اليوم المفاوضات اللي هنا مش بس عن طريق بيري وعن طريق الحكومة الفرنسية والحكومة الأمريكية، كل هاي هي بتعمل ضغوطات على لبنان إنها توافق لمصلحة لبنان أو مشان إنقاذ لبنان. اثنين يعني حتى المفاوضين لبنان كان من مثلا من حزب الكتائب نفرض أو من حزب أي حزب ثاني اللي هو معارض لحزب الله ما بيقدر يصرح اليوم تصريحات أو بيقدر يحل إلا بضغوط أجنبية وضغوط خارجية. فهذا السبب اليوم في موجود حل، والحل راح يكون يعني أنا بتأمل أن يكون يعني الحدثة تكون لحد الساعة 8 بده يكون في جلسة في الكابينيت يعني بعد 10 دقائق. لا في تصريح لنتنياهو الساعة 8 وفي تصريح الساعة 6 بدأت وفي في اتخاذ القرار من الكابينيت برضو الساعة 8 أنا بدي أقول بالنسبة للحياة السياسية في إسرائيل لا يوجد معارضة في إسرائيل. المعارضة في إسرائيل تتلقت بعض الأمور تذهب بها، يعني غانس دخل الآن على الخط ويصرح ضد استكمال الحرب ضد لبنان، نفس الشيء لبيد. يعني هم معارضة التي لا تبني يعني بديلا سياسيا لنتنياهو. لذلك أيضا لسؤالك اللي قبل إنه لماذا اليمين في إسرائيل هادئ بهذا الاتفاق أيضا على مع لبنان. اليمين في إسرائيل له مشاريع السياسية، نتنياهو يعطيهم ما يريدون، الآن هناك دعم من الولايات المتحدة وترامب، ولذلك الخارطة الآن تختلف. لا ترامب بالنسبة لترامب نختتم الآن. شكرا لك ماجد صعبني الناشط السياسي والاجتماعي، شكرا لك المحامي رضا جابر خبير في الشؤون القضائية، شكرا لحضوركما. أعزائي المشاهدين توقف مع فاصل ثم نتابع.